الأربعاء 23 فيفري، مساء النور متابعينا على قناة 9. موعد جديد في رونديفو 9 نرجعوا فيه بالتحليل والنقاش على أبرز الأخبار، أبرز التصريحات، أبرز المستجدات الوطنية والدولية أيضا. سعيدة جدا أنه يرافقني ليلى في حلقة ليلى على مدار ساعتين. كل من عدنان بالحاج عمر، أهلا وسهلا بيك. مساء النور. مرحبا بيك معز. مرحبا. مرحبا بيك رياض. مساء الخيرات لكم جميعا. اليوم باش نرجع على مخرجات الندوة الصحفية لجمعية القضاة التونسيين، ويكون حاضر معنا رئيس الجمعية أنس الحميدي، من ثم نرجع على مستجدات الوضع السياسي، وضيفنا يكون نبيل الحجي القيادي في التيار الديمقراطي. لكن قبل ما نستقبل ضيوفنا، وقفة على أبرز العناوين الإخبارية. نبدأ باللي صار في قسم الاستعجالي والإسعاف الطبي بالمستشفى الجهوي بتطاوين، وين قالت الدكتورة أنيسة حمزة بأنها تعرضت نهار الاثنين اللي فات إلى الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي من قبل الناطق الرسمي لتنسيقية الكامور بتطاوين طارق الحداد ومرافقيه داخل المستشفى أثناء مباشرتها لعملها. في المقابل ينفي الناطق الرسمي باسم تنسيقية اعتصام الكامور طارق الحداد في فيديو نشره على صفحته الرسمية للتنسيقية ما جاء على لسان الطبيبة. نسمع بالضبط شنو جاء وشنو قال. أمس جيت للسبيطار، الناس كل تعرف اللي عمل أكسيدون الأيامات اللي فاتوا، هذا قضاء وقدر والحمد والشكر لله. عكرت حالتي، كلموا الطبيب قال لهم ما لا رجعوا للسبيطار خلنا نزيد نثبتوا في حالتها. جيت هنا يا سيدي بيشوفوا لي حالتي، جي دخلني خويا، عندي خويا الكبير دخلني هنا نحكم على فرمليه. قالت لا راهو بالنسبه، راهو بالنسبه لترجع غدوه تعمل تصوير. قالها راهو حاله خويا استعجاليه. قالت لا هيا مشيت، مش ما نكذبش ونقول الحق معناه. وقو هيك يقود فيه خويا واقف في الكروا هيك، معناها حسيت روحي هيك، حسيت روحي مانيش تونسي، مانيش تطويني، مانيش ود بلاد هذه. بديت الحق نعيط الفوق، لا لا احنا حيوانات، لا ديرونا هيك، لا كذا. فما طبيبه هنا اللي هي عملت امبارح فيديو حبت تورطني به، من ندوك جبت التليفون بدات تصور فيه. قلت لها ما تصورينيش، لا علينا من ما من ما من ندو معاه. تضربني على الحيط على كتفي المكسور، تجبدني من كتفي المكسور، هاي انفضت من جي الامن هنا كاتي، جي عندنا شكون معناه واقف يدوي مع الطبيبه، الطبيبه تهز كرسي الحمد لله بحضور الامن، الحمد لله معناه هذا ما ندويش بحضور الامن وبحضور الناس كل هنا، تضرب الشخص اللي معايا بكرسي على وجهه. سكتنا على الدنيا هذه كلها، تعقدت في تطاوين. طبيبة توصل تهبط فيديو وتقول لهم هذا مفتش عنه وفيه برشة مناشير وفيه برشة حكايات، أنا راني ما فاهم حتى شيء، يخدموا معايا في السياسة حتى في مرضي. إذن هذه الرواية الأولى على لسان طارق الحداد اللي يحكي فيها، أو طارق الحداد الناطق الرسمي لتنسيقية الكامور بتطاوين، أحكى روايته لشنو صار بالضبط، ويشير أو يتهم الدكتورة أنيسة حمزة طبيبة بقسم الاستعجالي والإسعاف الطبي بالمستشفى الجهوي بتطاوين. احنا باش نسمعوا الرواية الأخرى للدكتورة اللي تنضم لنا مباشرة عبر الهاتف. مساء النور، أهلا وسهلا بيك. مرحبا.
مرحبا بك دكتورة أنيسة حمزة. كنا سمعنا الفيديو اللي طارق الحداد اللي يكشف فيه تفاصيل اللي صار، يقول أنه حالته كانت استعجالية، أنه ينفي الاتهامات الموجهة لي، ويقول أنه مستاء، كان مستاء ومتشنج بسبب عدم تمكينه من إجراء الفحوصات الطبية. يشير إليك شخصيا، يقول أنه أنت من قمت بالاعتداء عليه بعد ما صورته بالهاتف وهزيت الكرسي وحتى اعتديت على مرافقيه. ما ردكم على ذلك دكتورة؟ شنو اللي صار وكيفاش كانت الحالة داخل المستشفى الجهوي وبتطوي نهار الاثنين؟ مرحبا، باش نقدم روحي أول حاجة، خاطر لازم العباد الكل تعرف إني دكتورة أنيسة حمزة، نخدم منذ 2015 في تطاوين. أني جوسوي دوريجين، معناها بابا من قبلي، راجلي جيبسي، أمي سحلية من زرمزين. دونك أني عندي دي زوريجين من الجنوب، ما عندي حتى مشكلة مع من الجنوب، ما عندي حتى انتماء سياسي. الجنوب الكل عرفوا على عيني. أني لو روتروتمون تاع تطاوين سي مون شوا، ماهيش الدولة حطتني بالسيف غادي، راه ماهيش الدولة نعاودها، سي مون شوا. أني تحل معناها الكونكور تاع سونتي بوبليك سي مون بروميي شوا. هو فقط مش نتفاعل معاك دكتورة، أنا ما فهمتش علاش قدمت روحك بهذه الشاكلة، لأنه مش موضوعنا تونس وحدة، أبنائها مهما كانت جهاتهم راهم أبناء هذه الأرض، أبناء تونس. يعني فماش علاش تعرف لي بنفسك على أنك ابنة الجنوب، أو كلنا رانا كلنا التوانسة وكلنا أبناء تونس الخضراء. موضوعنا ما هوش هذا دكتورة، يلا خليك تجاوب مباشرة فقط للتوضيح. توضيح انت قلت انه جاء حاله استعجاليه، مش انا قلت، هذه روايته، نعاود لك في الروايه نتاعو. تفضل. جاء ما حكيت مالي ساعه ونص، مالي ساعه ونص ما عادش فما عيادات. هو جاء معناه كان في العياده جايب ورقه نتاع اشعه من العيادات الخارجيه، نعاودها من العيادات الخارجيه. هذا شخص تعرض للاكسيدون لو 17، ماهوش نهارتها. لي ديتاي شنو عنده شنو ما عندوش، عنده ملف الطبي، قام بالفحص وكل شيء، عنده ملف الطبي نتاعو كامل. صار نهار 17 جاب ورقه من العيادات الخارجيه باش يعمل تصويره في قسم الاستعجالي. تناوش هو والتكنيسيان نتاع الغاديو، راني مانيش الضحيه الوحيده، فما ضحيه اخرى اللي هي الناس بدات حكاوا عليا على خاطر اني تكلمت، اما الاخرى ما حكاش عليها حتى حد، اللي هي تعدت معناها على العنف معناها تمارس عليها قبلي. اللي مشي كي ما حبتش تصوروا، معناها فرض عليها باش تصوروا بالسيف، خرجوا اخوه اللي يحكي عليه، خرجوا هو لبرا من الساله باش هي سكرت على روحها. الاعتداء صار نصبي، اني ديجا نسمع فيه من السيرفيس راديو صوت واضح حتى للبيرو نتاعي. البيرو نتاعي مش بحذي سيرفيس راديو. انا باش نسالك سؤال مباشر، سؤال مباشر دكتوره. هو يقول انك اعتديت عليه اعتداء بالعنف، ضربته على الحيط على كتفه المكسر، واعتداء بواسطه الكرسي. تصوركم معناه اني طبيبه؟ أنا نعود لك، راهو مانيش نتهم فيك دكتورة، أنا نعود لك في الرواية التي قيلت باش نخلي لك المجال توضح لنا. تحكموا عليا في البيرو وقتها، واصل الاعتداء سب قدام البيرو، تخلي للبيرو. أني باش نخرج، أني راني دافعت على روحي، راني ندافع على روحي باش نخرج، مانعيني من الخروج بحضور لي سيجي كارد الكل وراهم مش قدامهم، لي سيجي كارد مش قدامهم، ما حسيتش حتى حد يحمي فيا. اللي واقف بيني وبين طارق الحداد خوه، ومسكرين عليا زوز البيت. اني راني وقتها بعد جديك تجي موشونا باش نتعدى، خلطوا عليا حتى للكولوار. في الاخر يقولوا لي الكاميرا ما يمشيوش. إلاس الاعتداء الثاني، هذا الاعتداء الاول، الاعتداء الثاني جي بعد بنصف ساعه ولا اكثر. وقت على اساس نزلت نستنى في الشرطه باش تجي. الاعتداء الثاني يجيني شخص يسأل فيا انت دزيت طارق، اني ماشي في بالي شرطه، هيك الشرطه واقفه قدام الباب. يقول لي انت دزيت طارق، نقول له راني دزيته باش نخرج باش ندافع على روحي. نسمع جميع الشتائم،
برشا كلام خايب ويهز طول الكرسي ويرميها عليا. لو ريفلكس اللي نعمله شنو نعمل انا الريفلكس طول يدي عرفت على وجهي وراسي ديجا جاتني الضربه على وجهي معناها على راسي وفمي ونرجع للكرسي بالقوي الكرسي يتنطر يخرج من 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 الوحده ما راني اللي اني نعيط نقول تضرب فيا وهو طالع يقول ضربتني بالكرسي. دكتوره انا مش نرجع على نقطه معاك معناها طرق الحداد وهنا ما بيني دارهم باش يكملوا عليا لولا وقتها فما اعوان الامن حاضرين قدام البير وقفوا بيني وبينهم باش ما خلوهمش يكملوا يعتديوا عليا. به تقول ثم شهود عيان. باش نرجع على نقطة كاميرات المراقبة داخل المستشفى الجهوي بتطاوين، موجودة الكاميرات تخدم ما تخدمش على ما يبدو؟ موجودة الكاميرات معناها أني سامحني على أساس معناها ضامنة حقي باللي كاميرات سيرفيونس نسمع من بعد نسمع من بعد السيد المدير مع جميع تقديراتي ليه يقول لي كاميرات سيرفيونس فاسدين عندهم جمعة وفي بالو بيهم عندهم جمعة sachant que les caméras de surveillance قالوا ما يسجلوش صوت من الاول قالوا يسجلوا كان صوره ومن بعد ولاو فاسدين. واضح 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 هذا الاعتداء الثاني من بعد عندي اعتداء ثالث من بعد ساعه رجعت باش ناخذ الشهاده الطبيه على اساس ضمنوا لي الشرطه انه ما عادش فما حد في الاستعجالي وما عادش متعرضه لحتى خطر. تجيني اخته تكمل تسبني جميع النعود تخلط عليا باش تضربني نسكر على روحي نمشي لليونيتي تسميغ نسكر على روحي نسمع فيهم البرة تهديدات بالقتل والله ما نغفوك والله ما نقتلوك انا نستناو فيك هنا. قدمت بشكوى دكتورة؟ نعم قدمت بشكوى؟ قدمت بشكوى ضد ثلاثة أشخاص طارق الحداد ونسيبو وأخته. واضح واضح وصل صوتك أشخاص. دكتورة وصل صوتك دكتورة هاني حمسة طبيبة بقسم الاستعجالي والإسعاف الطبي بالمستشفى الجهوي بتطاوين. سمعنا الروايتين سمعنا طارق الحداد سمعنا الدكتورة المسألة الآن أمام التحقيق. باش نرجع لكم ناخذ تعليقكم لكن نذكر اللي حادثة الحادثة هذه داخل المستشفى الجهوي بتطاوين أثارت بلبلة وحالة من الغضب في صفوف الإطارات الطبية وشبه الطبية خاصة في ظل يقولوا تكرر الاعتداءات التي تطال العاملين في قطاع الصحة. نتابع التقرير. يسبني سبلي والدي بجميع أنواع السبان ألفاظ ما نجمش نعاودها يهز الكرسي ويرميها عليا. الاعتداء صار مشكل عليا بدا بالاعتداء على تكنيسيان متاع غاديو وكملها معايا دونك تو بالحق مهدد بالقتل في تطاوين ما عادش نجم نتحرك. أنيسة حمزة طبيبة تخدم في قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بتطاوين تهبط فيديو على الفيسبوك تقول أنها تعرضت للعنف اللفظي والجسدي والتهديد بالقتل من قبل عضو تنسيقي اعتصام الكامور طارق الحداد وعائلته وأصحابه. هذه واحدة من عشرات الفيديوهات اللي تناقلوها الإطارات الطبية وشبه الطبية على وسائل التواصل الاجتماعي لتوثيق الاعتداءات المعنوية والجسدية اللي تصير عليهم. وبالرغم من غياب إحصائيات دقيقة تحدد عدد حالات الاعتداء على الطواقم الطبية وشبه الطبية إلا أنه عمادة الأطباء تأكد أنه الاعتداءات هذه تصير بشكل شبه يومي وأنه 6% من العنف المادي المسجل في القطاع العمومي يخص قطاع الصحة وتقول أنه غالبية الاعتداءات تصدر عن مرافقي المرضى وخاصة في حالات الوفاة. نقابة الأطباء تبين أنه تفاقم وتيرة الاعتداءات على العاملين في قطاع الصحة من بين أهم الأسباب اللي تدفع بهم للهجرة إلى جانب طبعاً ضعف الإمكانيات المادية وظروف العمل السيئة بالمستشفيات العمومية
علماً أنه سنة 2021 هاجر أكثر من 970 طبيب تونسي للخارج مقابل 570 طبيب سنة 2018. هذه نبذة على العنف داخل المنشآت والمؤسسات الصحية، خاصة منها العمومية اللي تقريباً أحداث يومية ولت تصير بشكل متواتر، مش في مستشفى برشك نشوفوا اعتداء على الطاقم الطبي وشبه الطبي، والعلاج تقريبا مفقود لهذه الظاهرة لأنه مش أول مرة نحكي فيها، دائما تتكرر. وحتى كي نحبوا نرجع لأنه توا كما مثلا واقعة نهار الاثنين في تطاوين سمعنا لي دو فيرسيون، ما حتى أنه باش ترجع الكاميرات المراقبة اللي وثقت شنو اللي صار بالضبط باش نعرفوا حقيقة ما صار بالضبط، ما نجموش، ما تخدمش معز. شوف ملاكم بعد نتسألوا سؤال نقولوا علاش الأطباء متاعنا والناس اللي كانت تخدم في الصحة العمومية قاعدة تهاجر وقاعدة تغادر في البلاد، هاو المشهد قدامنا وكنت توريه في الفيديوهات. ليزي الأطباء هذوما والإطار الطبي والشبه الطبي يعاني في ظروف صعيبة، غياب أدوية، غياب المرافق الضرورية اللي موجودة في المستشفيات العمومية، ليزي يكونوا ضحية إلى اعتداءات بالعنف. وملاك يعطيك الصحة في التدخل متاعك اللي قلت إنه بعدها الحكاية على الجهويات، اليوم نحكيه على مواطن اعتدى على طبيبة وما عندها حتى علاقة باعتصام الكامور والمطلبية الاجتماعية متاع الكامور، يعني هنا كمواطن تونسي ما ندخلوش الأمور في بعضها. على فكرة هو ينفي ذلك تماما، هو ينفي احنا هاني مش نجيك به. واليوم من حق أي مواطن تونسي يشتغل في أي نقطة على تراب تونس من بنزرت التطاوين، معناتها مش بالضرورة اللي باش يخدم في تطاوين من تطاوين واللي يخدم في بنزرت من بنزرت. ومالك زادة خلينا نكون شوية عقلانيين، ما نتصورش طبيبة جاها أن باسيون أون أورجونس قامت هكا ضربته بكرسي، معناتها وشفناها السيدة في أي وضعية قاعدة تتحدث وفي أي وضعية قاعدة تتكلم، وهو بذاته طارق الحداد اعترف قالك صحيح تشنجت، معناتها والاعتداء بالعنف مش كان الضرب ساعدني انك هو يظهر لي، معناتها العياط راهو اعتداء بالعنف، السبان راهو اعتداء بالعنف، كي انت متهجم واشخاص يشدوا فيك باش تعتدي عليها هذا اعتداء بالعنف يتسمى ملاك. واليوم بالحق ربي مع الطب وربي مع الاطارات هذه اللي قاعدين يخدموا في ظروف صعيبه وصعيبه جدا، ونحييهم ونشكرهم بعد عامين من الكوفيد ونعرفوا شنو عناوه والاعتداءات هذه. الحق سلطه الاشراف وزاره الصحه بالتنسيق مع وزاره الداخليه لازم تلقى لها حل، خاطر مش من المعقول هذا يزيد يتفاقم ويزيد نمشيو لقدام في الشيء هذا. عدنان انا كمواطنه تونسيه نتوجع كي نعطي رقم كي نقول 970 طبيب هاجروا وغادروا ارض الوطن نحو بلدان اخرى لممارسه مهنه الطب. صحيح مشكله كبيره، الطب معناها في الليل ولا اللي يبقاو في الليل، وهذا ما يعنيش انه في النهار ما فما شيء، وهو الدليل الحكايه صارت في ماضي ساعه، لكن انا حكيت على جماعه الليل ولا خايفين معناها اللي يبداو دوغارد في الليل. نحب نقول حاجه برك، تو احنا ما فماش فيلم نتاع كاميرات مراقبه ولي دو فيرسيون ماهمش مقابلين بعضهم، والانسان قد ما يكون موضوعي وشويه حتى لين يتفتح تحقيق، وانا نحث على انه يتفتح بالفعل تحقيق لان المساله هامه. لكن انا متاكد اللي سي طارق الحداد كان ينجم ما يكونش متهور، وكان ينجم حتى كان فما شويه تونسيون والطبيبه ما قبلتوش بما يليق ما يخليش الامور تتصاعد، الامور في يده هو داخل عليها هو وشكون معاه، مش لازم نعاود نقول شكون، ولكن هو راجل وهي مرأة في مكان العمل، وكان لابد من حد أدنى من اللياقة وحد أدنى من حتى هو يا سيدي أنت بك معروف وشخصية عامة في الكامور وفي المنطقة يكون أنت العاقل والكبير واللي بعقلك، أما يظهر لي يحب سيرفيس بريفيليجي التهور هو التهور غالب عليه، وممكن يحب سيرفيس بريفيليجي كما تحكي انت. به هو غالبا هذا النوع من الحوادث رياض الاعتداءات هذه غالبا ما تصير في اقسام الطوارئ وتشهد وقائع من هذا النوع وقت اللي يصير احتكاك بين المرضى بين مرافقيهم والاطار الطبي وشبه الطبي، والحكايه في الاخر تنتهي في اقسام الشرطه ومراكز الشرطه، لكن لا تعالج الظاهره من جذورها. وللأسف ملاك هذا العمل الميليشيوي ليس الأول ولا أعتقد أنه سيكون الأخير،
وانا الحقيقه نبره الوجيعة والقهره والالم اللي تحدثت بها الدكتوره نحسوها احنا شخصيا ويحسوها بطبيعه الحال كل زملائها اللي يتعرضوا تقريبا بشكل يومي الى نفس الممارسات. يعني الخطاب التحريضي اللي صدر عن طارق الحداد بمنطق جهوي بائس وتعيس ومقيت، تشوف معناتها كيفاش يخلي دكتوره يدفعها دفعا انها تولي مسكينه تحكي بمنطق والله راه اصولي من الجنوب، والله راني ساحليه، وراي تونس نتاع التوانسه الكل. لانه هو في خطابه الذي استمعنا اليه حرض عليها بمنطق جهوي، وهذا خطير وخطير جدا. المشكله الاخرى زاد ملاك، اين مدير المستشفى الجهوي بتطاوين؟ معناتها مدير جهوي على علم بانه كاميرات المراقبه معطله عندها جمعه او اكثر من جمعه، عندها اسبوع دكتورة. وهو مول الدار مش هنا، وبكل معناتها كيفيه وبكل معناتها امعان في الخطا يزيد يقول لك والله انا راني نخدم 12 ساعه في النهار. يا سيد الكريم، كيف انت تخدم 12 ساعه في النهار ما تفطنتش الى انه كاميرات المراقبه اللي ربما كانت تنجم تضمن حق هذه الدكتوره او غيرها راهم معطلين، وكنت تنجم تصلحهم وتتلافى الخطا. فقط ايضا هو باختصار سامحني رياض، راهو ساعات نظرا لتعطل كاميرات المراقبه ثم رضع يخرجوا من المستشفى ويتسرقوا ويتهزوا من ماليهم صارت ملي وما ينفقوش بيهم، صارت يخرجوا بدي ساك. واكثر من هكا، السيد المدير الجهوي لم يكلف نفسه قبل ما الدكتورة تشكي وقبل ما تحل التحقيقات، لم يكلف نفسه مجرد أنه يهبط بيان يتضامن مع زميلته ويتضامن مع الطاقم الطبي الموجودين في السبيطار غادي، ما كلفش نفسه عناء أنه على الأقل أضعف الإيمان أنه يحل بحث إداري. للأسف ملاك، باش نقولها وبشكل واضح، هذا ما جناه علينا منطق الاستقواء على الدولة والتساهل مع الاستقواء على الدولة. اليوم مسؤول من مسؤولية الدولة في مستشفى جهوي، وخلي نقولوها بشكل واضح سي عدنان، يخشى ويخاف من طارق الحداد. على العموم عنده حق الرد، نجم يتصل بنا يفسر لنا كل شيء اللي صار. احنا اعطيناكم الروايتين، اعطيناكم التفاصيل على لسان الأطراف المعنية بالأمر، الشكوى عند القضاء، وأكيد القضاء هو الفيصل، وأول بأول نمدوكم بآخر التفاصيل. نمشي والمسألة أخرى ونحكيوا على اللقاء اللي جمع رئيس الجمهورية بوزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، اللقاء رجع على الصعوبات الفنية اللي يلقاوها المواطنين والمواطنات في المشاركة في الاستشارة الوطنية، وهي صعوبات بعضها ناتج عن جملة من الاختيارات الفنية اللي يجب تذليلها، وبعضها مقصود من الذين يريدون، يقول رئيس الدولة، تكميم الأفواه وإجهاض هذه التجربة الأولى من نوعها في تونس، وهذا يوفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. باش نتوقفوا، باش نرجعوا، علاش؟ على خاطر هذا اللي سمعناه على لسان رئيس الجمهورية، يحكي على بعض الإخلالات الفنية والتقنية البحتة على من يحاول إجهاض هذه العملية والاستشارة الإلكترونية. لكن زيدا نرجع لتصريح الوزير نفسه، وزير تكنولوجية الاتصال، تقريبا في نهاية الأسبوع نهار السبت، يحكي على أنه سير العملية وسيرورة العملية ماشية بدون أي خلل فني، وأنه نسب المشاركة محترمة. هذاك علاش قاعدين نتسألوا. وقبل عدنان سمحني ما نعطيكم الكلمة للتحليل مزيد التفاصيل حول المسألة هذه ومدى تقدم الاستشارة الوطنية، ينضم لنا عبر الهاتف شوقي الشيحي، مدير عام تكنولوجية الاتصال. مساء النور، أهلا وسهلا بك. مساء الخير، أهلا وسهلا بك، ولك شكرا على الاستضافة. مرحبا بك. رئيس الدولة البارح في لقائه بوزير تكنولوجية الاتصال يتحدث عن صعوبات تقنية، خلينا نقول تعترض هذه الاستشارة. شنية نوع الصعوبات؟ هل هي تقنية بحتة فقط تخص ربما الولوج للمنظومة، أم صعوبات في الترويج لها وفي الإقبال عليها، يعني في الجانب الاتصالي؟ لأنه نستحضر تصريحات الوزير نفسه يقول اللي تقريبا فمش إشكال أنه العملية ماشية بصفة طبيعية. العملية طبعا ماشية بصفة طبيعية، وإحنا حاولنا منذ البداية بعد ما تتضح اللي فما مصاعب فنية في الولوج للاستعمال، خاصة وفي الحصول على الرقم السري،
حاولنا باش نوجدوا امكانيات ولا طرق جديده للمشاركه خاصه التونسيين بالداخل والا حتى بالنسبه للتونسيين بالخارج. بالنسبه للتونسيين بالداخل كانت من الاول فما اشكاليه على مستوى شريحه الهاتف اللي ما كانتش باسم معناتها المواطنين ولا الاشخاص اللي يحبوا يشاركوا. دونك علاش حاولنا باش نحطوا خدمه جديده باستعمال رقم بطاقه تعريف وتاريخ ميلاد. وزدنا وسعنا في المشاركه بالنسبه للتلامذه اللي اعمارهم تتجاوز 16 سنه واللي هم ما عندهمش بطاقه تعريف، كيف نجموا يشاركوا باستعمال معرف التلميذ نتاعهم وتاريخ الولاده. كيف بالنسبه للتونسيين بالخارج كان فما اشكاليات، صحيح اشكاليات خاصه على مستوى الحصول على الرقم السري ولا رقم المشاركه عن طريق الارساليات القصيره، وكما تعرفوا الحصول على الارسالات القصيره في برشا من الداخلين وخاصه المشغلين الاتصالات الاجنبيه في الدول اللي معناتها يشاركوا منها التوانسه في حول العالم، ما كانش فما كان فما اشكاليات على مستوى الحصول على الارساليه اللي تم ارسالها من الرقم اللي وضعناه اللي هو 216 99 00 17 12، والبرشا مواطنين تشكلوا من عدم الوصول للارساليه هذه اللي فيها رقم المشاركه. والحل للاشكال هذايا زدنا ابار الارساليه القصيره زدنا امكانيه الحصول على الرقم السري عبر استعمال البريد الالكتروني. وزدنا بالطبيعه كما تعرفوا امكانيه الاستعمال ولا الحصول على الرقم السري هذا عن طريق عنوان البريد الالكتروني بالنسبة للتونس اللي عندهم بطاقة تعريف ولا حتى اللي ما عندهمش بطاقة تعريف وطني. يعني نفهم من كلامك اللي تم تلافي هذا المشكل. والإشكالية هذه تم تلافيها بكل مرة بإضافة خدمات جديدة كما قلت، سواء بالنسبة للتونسيين بالداخل ولا حتى بالنسبة للتونسيين بالخارج. وإن شاء الله زادة باش نحاولوا نحطوا إمكانية أنه خاصة للتونسيين بالخارج انه يقوم ب على خاطر التونسيين بالخارج هم بعاد علينا شوية، دونك يقوم حتى باش يحطوا ان سيرفيس دو ريكلاماسيون اللي ينجم المواطنين بالخارج ينجم يكون فما صلة تواصل ما بينه وبين. إلى حد اللحظة شوقي شيحي قداش عدد المشاركين وقداش يوميا تقريبا نسب المشاركة؟ هو حتى للحظة هذه عدد المشاركين يتجاوز 215,000 بالضبط 215,228 موزعين على 159,345 ذكور 55,883 إناث. بالنسبة للنسبة نتاع المشاركة اليومية والعدد المشاركة اليومية هي في حدود ما بين 1000 و2000 و3000 ونجم توصل حتى ل 3000. واحنا كما تعرفوا احنا والميامات معناتها نتاع 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 الجمعه اللي ينجم التونسي بطبيعه يقوم بالمشاركه بالاستشاره. واضح. شكرا لك شوقي شيحي مدير عام تكنولوجيات الاتصال. انا بحكم مهمته سالته على الجانب التقني الفني، لكن في كلام رئيس الجمهوريه عدنان الشق الثاني من كلامه يتحدث على محاوله البعض لاجهاض هذه العمليه، ويظهر لي هوني المعنى السياسي بحت، والمقصود نفهمه منه يحكي على اطراف بعينها، لانه يقول ناس تسعى او تعمل على تكميم الافواه وتسعى الى اجهاض العمليه هذه. شو فهمت من كلام الرئيس البارح؟ احنا عندنا راهو جمله شعبيه تقول خانها ذريحه قالت سحروني، خانها ذريحه قالت سحروني. راهو قلنا له السيد الرئيس راهي الحكايه هذه راهي مش باش تأدي، وهذه راهي بدعه، وراهو التوانسه ماهمش باش يرموها، وراهي باش تكون بضعه مئات من الالاف. هاي ظهرت 215 فقط مش بضعه مئات، وراهو التجربه مش معمول بها في العالم. حتى انا نسمع في بعض البلاتوات الاذاعيه فما شكون يدافع عليها هكا بواحد ويقول لك يعملوا فيها. انا سمعت اليوم حتى شكون قال الاتحاد الاوروبي يعمل السياسات نتاعو بناء على الاستشارات. معناها هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ وكلام غير ذي موضوع، حتى نحترم الناس ونقعدوا في منطقه الاحترام. الاستشارات تتعمل في الخارج لامور محدوده جغرافيا وفي الامباكت نتاعها والتاثير نتاعها. ما تعملش على سياسه الدوله، ما نعملوش السياسه عامه نتاع الدوله بالاستشارات. الناس اللي تجي للحكم تجيب برامج. ما البديل اذا عن هذه الاستشاره عدنان؟ البديل من المفروض البديل هو في الوضعيه هذه استشاره الهيكل
السياسية والهياكل تاع المجتمع المدني حول الخطة لإنقاذ البلاد في الفترة الأولى، ثم من بعد الذهاب إلى انتخابات عندما تتوفر الظروف وتوفى هذه فترة الاستثناء المحنونة، باش الناس تمشي تقدم برامجها وتمشي للانتخابات، والانتخابات هي الفيصل. ونعمل كيما دول العالم، ما نقعدوش نعملوا في البدع. نمشي للمختص اختصاصك هذا يا معز، نعطيك الارقام ونقول لك تقريبا الى حد اللحظه 215288 مشارك بمعدل يومي تقريبا، هو يقول لي ما بين 1000 ونجم ونص حتى ل 3000. العدد هذا حتى بعمليه حسابيه نوصلوا الى غايه 20 مارس، النسبه يظهر لي باش تكون محدوده جدا. واللي كان يفسر قلنا فيه سي شوقي الشيحي مدير عام تكنولوجيات الاتصال تقنيا، كيف كانت نجم تبسطه لنا؟ يعني نجم يأثر أنت خطق على سير العملية وعلى نسب المشاركة أم لا؟ لا، ما يأثرش على نسب المشاركة، لكن يأثر على الشفافية متاع العملية. خلنا نحكيه الحكاية من الأول. ملك من الأول بدينا عملنا استشارة، الإنسان اللي يشارك في الاستشارة لازم ساعدناه يكون ثم تطابق ما بين رقم البطاقة التعريف اللي شرى به الشريحة بتاع التليفون بتاعه والبطاقة التعريف بتاعه هو. يعني كان أنا نشارك تليفون عدنان ما نجمش نشارك. جاءوا عملوا نحاوها الحكاية هذية، معناتها بطاقة التعريف متاعك كما قال سيد المدير العام اللي دخل معنا وتاريخ الولادة متاعك تنجم تشارك من أي تليفون ويجيك الرقم السري على التليفون هذاك. السبب شنو؟ لأنه نسب الإقبال كانت ضعيفة. الحاجة الثالثة، رغم هذا بقات نسب الإقبال ضعيفة، ولينا حتى كما ما قال بالإيميل ما عادش بالتليفون. يعني عندي نمرو بطاقة التعريف متاع شخص وعندي تاريخ الولادة متاعه، النجم نشارك بالإيميل. النسب قعدت ضعيفة. شعملنا طيحنا حتى إلى عمر 16 سنة ولينا ما عادش نشاركوا بطاقة التعريف، يعني برقم التسجيل متاع التلميذ وبتاريخ الولادة ينجم يشارك. وقت اللي نحكيه ملاك على مشاكل فنية، يعني شو معنى ستاب بروبليم نقولوا دو ديسبونيبيليتي، ما ثماش اعداد كبيره حبت انها تلج الى المنصه للمنصه وتقوم بالاستشاره ولقات مشاكل كبيره. هذا ما صارش، يعني تقنيا وفنيا ما ثم حتى مشكل. المشاكل وين ملاك؟ المشكله هي مشكله اتصاليه بالاساس، وكما ما قال عدنان الناس ما قبلتش على هذه الاستشاره. كيف الحملات الاتصاليه اللي قاعده تقوم بها رغم تجنيد الوزارات والولايات الى اخره، هي حملات اتصاليه كلاسيكية ما أديتش المفعول متاعها والناس ما هبتش وما شاركتش في هذه الاستشارة. هذا لازم نستعرفوا به أنه هو فشل الاستشارة هذه، وما ثم حتى خاطر الرئيس قال تكميم الأفواه، ما ثم حتى كتف في دين حتى باش ما يشاركش في الاستشارة. هذايا قراءة عدنان ومعز رئيس الجمهورية، ربما يفسر نسب المشاهدة هذه، مشاهدة مخي في نسب المشاهدة المشاركة بأنه ثم ناس قصدها أن تفشل العملية، توجدها تكميم الأفواه. نشم ريحة السياسة من خلال كلام رئيس الجمهورية. من يحاول إجهاض هذه التجربة اللي يقول هي الأولى من نوعها رئيس الجمهورية في تونس؟ شوف، هو الأكيد اللي فما بطبيعة الحال صعوبات فنية وتقنية، وأنا للتو معناتها أصدقاء من في الخارج يبعثوا لي إلى الآن بحسب ما أكدوا لي، معناتها إلى حد الآن لم تحل هذه المشاكل والإخلالات الفنية، وإلى حدود هذه اللحظة ما نجموش يشاركوا في الاستشارة الوطنية. شنو الإخلالات بالضبط بالإهريات؟ خلينا نفهموها. هاو كان يحكي عليها السيد المدير، أنا مانيش مختص. مش إخلالات هذيك، مش خلينا من جانب الفني خاطر فسرنا. فما مشاكل فنية وتقنية، ولليوم فما مواطنين في الخارج ما ينجموش يشاركوا. خلينا من جانب الفني التقني ناخذوا شطر الثاني من كلام الرئيس، ماذا يعني؟ دونك هذا الجانب الأول. الجانب الثاني ملاك، فما أنا خلينا نقولها وبشكل واضح، فما نقص على مستوى التحسيس والدعاية من قبل هيكل الدولة نفسها. يعني اليوم خلنا نتفقوا، الاستشارة الوطنية الإلكترونية راهي جهد دولة، مجهود دولة. هذه الاستشارة مش عاملة حزب، عاملتها الدولة، وبالتالي من المفروض كل هياكل الدولة ومؤسسات الدولة وزراء ولايات معتمدين عمد، من المفروض يحسوا المواطنين ويعملوا الدعاية لهذه الاستشارة باش المواطنين يقبلوا على المشاركة. بطبيعة الحال جهد دولة يخبلكش حزبه وعملها. نعم في الحملة الانتخابية تهبط تونسيان ولهبط مؤسسة. شو دخلنا في الحملة الانتخابية احنا؟ انا حكيت على الوزراء والولايات والمعتمدين والعمد اللي هما يمثلوا السلطة التنفيذية، ما حكيتش انا على التليكوم. تو هذا كلام سي عدنان. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، العمدة والمعتمد يعملوا الحملة.
باه ما يعملوش الحمله باه هيك هو هذه حمله اولا استشاره احنا بالكش يعملوا في حمله انتخابيه هم هذه استشاره يا سيدي هذه استشاره وطنيه مجهود دولي مشروع رئيس اعلنت عليها الدوله هذيك قراءه سياسيه مشروع رئيس تعمل قراءه كامله انت مشروع رئيس مشروع شكون شكون الدوله مشروع رئيس رياضي يلا تفضل على كل حال هذا جهد الدوله وبالتالي من المفروض هيك للدوله مؤسسه الدوله هذه نقطه اولى باه هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بطبيعة الحال لا يخفى على أحد أنه منذ الإعلان على هذه الاستشارة الوطنية تم شيطنتها من قبل بعض الماكينات الحزبية وأنا نشوفوا فيهم ردوها آه هذا مشروع الرئيس وكيفاش معناتها تتحط إمكانيات الدولة وكيفاش تتحط إمكانيات الدولة على ذمة هذه الاستشارة وقت اللي أنا ما شفتش هالإمكانيات وين لو كان جات فم إمكانيات الدولة محطوطة للاستشارة رأي نجحت أكثر من هكا. ثانيا أيضا هناك حملة شعواء من قبل بعض المنابر الإعلامية ومن قبل بعض الصحفيين والإعلاميين على هذه الاستشارة وهذا واضح معناته من اليوم الأول شيطنوها وليس هناك أي جدوى وليس هناك أي هدف والاستشارة فارغة وحكايتها فارغة وكذا وبالتالي صار العزوف ولو أنه أنا في علاقة بالعدد الغير كافي والغير مرضي على المشاركة في الاستشارة الوطنية بالنسبة لي أنا راه شخصياً الاستشارة لها انتخابات باش نجموا نحكيوا على العزوف ولا هم يحزنون لكن الاستشارة الوطنية أي. تحدد أي. التوجهات الكبرى أي. والعامة للمواطنين وللشعب التونسي لكن نسبها إلى حد عليها. الرئيس واللجنة اللي باش تساعدوا على صياغة المضامين متاع الاستفتاء نسبها إلى حد اللحظة ونسب المشاركة فيها لا تعكس توجهات ربما أغلبية المواطنين توانسارية شوف كما تشوف عملية صبر الآراء مثلا أنت اللي كانت على الدوام تقريبا دقيقة معناتها شنو يعملوا صبر آراء حتى على 2000 و3000 مواطن تونسي فما بين دستور بعد يا رياض فما دستور بعد مشاركة أكثر من 200,000 ولو كان معناتها يكون فما نتجاوز هذه الإخلالات التقنية والفنية ويكون فما حملة دعائية وتحسيسية كبيرة ملك. نتصور النجم نوصلوا ل 500,000 وأعتقد هذا الرقم كفيل بتحديد التوجهات الكبرى للشعب التونسي اللي من خلاله باش يتم معناتها صياغة مضامين الاستفتاء والدستور الجديد إن شاء الله. رفع عبيد ضد الاستشارة كمبدأ وضد الأسئلة نتاعها هما أحرار وضد الواحد أي أنت هكا شيطنتهم أنت مسحتهم الكل شيطنتهم مسحتهم أنت قلت كان يوصلوا 500,000 الشيطنة كانت عكسية هناك ماكينات حزبية وبعض المنابر الإعلامية شيطنت هذه الاستشارة منذ اليوم الأول هذا الاستشارة راهو جهد دولة عملتها الدولة مش عمل حزب باش نشيطنوها وباش نتعسفوا عليها لا أكثر لا أقل وللأسف اليوم فما بعض المسؤولين في الدولة وخلنا نقولها بشكل واضح خاصة البلديات اللي نعرفوا احنا الأغلبية متاعها شكون يسيطر عليها وكانوا محاشمين بالاستشارة حتى مجرد معلقة في مرجع النظر نتاعهم ما يعلقهاش به يلا معز يلا باختصار عمل على إجهاض هذه التجربة الفريدة من نوعها في تونس معناتها هذه الأولى سابقة هو معقول أنه شكون يكون مع وشكون يكون ضد وينتقد هذه هي الاستشارة تبقى مشروع سياسي هي مشروع رئاسي لرئيس الجمهورية كأي قراءة. مشروع كأي هذه قراءتي بيانسور كأي مشروع سياسي باش يلقى مؤيدين وباش يلقى معارضين هذا مما لا شك ولا اختلاف فيه ومن حق الناس أنها تتساءل اليوم على الاستشارة ونبهنا حتى قبل الاستشارة ما نشيطنوش الناس اللي تنقط في الاستشارة راهو ثم مشاكل في حماية المعطيات ثم مشاكل لا مش معناتها شيطنوا ننتقدوا في استشارة معناتها نقولوا شنو هو ثم نحكيوا على واقع تقني حتى مدير عام كان يحكي عليه ثم حاجات نبهنا منهم لكن اليوم رئيس الجمهورية أكيد متحرج من عدد الناس اللي قاعد يشارك في الاستشارة قاعد يلقى في حلول نحب نحمل المسؤولية للأمور التقنية لكن المشكل سياسي وليس المشكل تقني هل بدأت تتضح الحلول فيما يخص المفاوضات أو المحادثات مع صندوق النقد الدولي خاطر زاد هذا مهم ومهم جدا وكافة الأنظار تتجه إلى هذا الملف وإلى إمكانية إيجاد هذا الاتفاق وأرضية تفاهم مع كل الأطراف وبين كل الأطراف وزيرة المالية سهام نمصية تؤكد أن تونس استكملت أمس المحادثات مع فريق صندوق النقد الدولي وتأكد بأن مؤشرات التفاوض كانت إيجابية توضح أيضا أنه من المتوقع تعبئة أكثر من 1450 مليون دينار كمبلغ جملي ومن المقدر أنه تبلغ قيمة القسط الأول اللي باش يقع تعبئتها أكثر من 350 مليون دينار
من جانبه يؤكد صندوق النقد الدولي اليوم أنه أحرز تقدم جيد في المحادثات مع تونس بشأن حزمة الإصلاحات الاقتصادية الحكومية ودعم مالي محتمل من الصندوق لتونس، ويقول أن المناقشات ستستمر خلال الأسابيع المقبلة. فقط أيضا نذكر اللي هناك زيارة مرتقبة لصندوق النقد الدولي خلال شهر مارس القادم للاتفاق على موعد انطلاق المفاوضات الرسمية، لأنه احنا كنا في مرحلة المحادثات الفنية اللي تواصلت تقريبا طيلة أسبوع كامل من 14 إلى 22 فيفري الجاري. يظهر لي إلى حد اللحظة اللي سمعناه من الجانبين مؤشرات إيجابية. شوف ملك، الجانب التقني يعني وزيرة المالية والطاقم المالي البنك المركزي والسيد محافظ البنك المركزي وكذا قاعدين يقوموا بالشيء اللي يلزمهم يقوموا به، لكن يقول فرانسيس لا بلو بيل فام دو موند نو بو دوني كو سكالا، هذوكم مش يوصلوا الى حد معين يلزم الجانب السياسي يكون عاضدهم وقام بالاشياء اللي يلزم يقوم بها، ومنها بالاساس توحيد الجهود والاتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين وأساسا الاتحاد العام التونسي للشغل باش العملية تمشي لقدام. الجانب السياسي لابد أن يكون في عون الجانب التقني اللي يبدو أنه قائم بالواجب بتاعه. بالضبط، هذا حقيقة معناتها خبر معناتها إيجابي، وفما مؤشرات إيجابية، حتى شفنا معناتها الفيدباك نتاع اللي حذروا من صندوق النقد الدولي، وحتى وزيرة المالية كانت تتكلم بأريحية اليوم بأقل حمل من الأيام الفارطة. يعني ثم تقدم، يعني كما ما قلت مالك هذوما لقاءات أولية ومحادثات في انتظار المفاوضات الرسمية التي ستبدأ، ومن هنا عندنا وقت من لبداية المفاوضات الرسمية وقت الحكومة هذه أن تاخذ الملف هذا بجدية لشراكة الاتحاد العام التونسي والشغل اللي يفرض صندوق النقد الدولي حضوره ووجوده، خاطر ثم اصلاحات كبرى باش تكون عندها تداعيات اجتماعيه. يظهر لي لازم نعد العده للمفاوضات اللي للاسف اليوم ميزانيه 2022 هي رهينه هذه المفاوضات. فقط للتذكير انه من المرتقب باش تكون مفاوضات ولقاءات مكثفه مع الاتحاد العام التونسي للشغل، ونذكروا اللي مقترحات منظمه الاعراف كانت قدمت، والبارح كنا حكينا زاد على اللقاءات اللي جمعت نور الدين طبوبي برئيسه الحكومه، يحكي ايضا ربما على محادثات قريبه مع رئيس الجمهوريه، لقاء بين وفد من منظمه الاعراف والاتحاد العام التونسي للشغل، الامور متحركه رياضة. هذا هو المطلوب اولا بطبيعه الحال. اللي صاير توا اللي كنت تحكي فيه مليك هي بطبيعه الحال مؤشرات ايجابيه، ولكن اوكد الاولويات توا انه الحكومه ورئاسه الجمهوريه تجلس مع الاتحاد العام التونسي للشغل على راس المنظمات الاجتماعيه ككل بطبيعه الحال الشركاء الاجتماعيين من اجل صياغه مضامين هذه الإصلاحات باش يمشيوا برؤية موحدة إلى صندوق النقد الدولي. والاتحاد العام التونسي للشغل لا أعتقد هو بطبيعة الحال من القوى الوطنية ومن قوى من القوى التي تريد خيرا بهذه البلاد. الاتحاد ليس ضد الإصلاح، ولكن كيف نصلح دون التعسف على المقدرة الشرائية للمواطنين ودون تخريب الاقتصاد الوطني؟ معناتها احنا اليوم ماناش في ورد انه نطبقوا املاءات صندوق النقد الدولي بقدر ما انه نمشيوا باصلاحات معقوله معناتها تتناغم وتنسجم مع وضعيتنا الاقتصاديه والاجتماعيه. الاتحاد رتب بيته الداخلي، واليوم هذه هي الاولويه القصوى للبلاد ككل. نحكيه على أخبار آخر اللي صدر بالرائد الرسمي، أمر رئاسي بمقتضاه يتم إعفاء رئيس بلدية السويسي التابع لولاية المهدية ماهر النوري، تم إعفاؤه من مهامه، وذلك لثبوت عدم تفرغه لرئاسة المجلس البلدي وإخلاله بمقتضيات الفصل السادس من القانون الأساسي عدد 29 سنة 2018، تابعا لجمعه بين رئاسة المجلس البلدي ومواصلة مباشرة مهامه كعدل منفذ. خليني نبدأ بيك معز، نفهمه هل يقال أو يعفى رئيس بلدية بمقتضى أمر رئاسي؟ هو من المفروض أنه حسب الفصل 253 لمجلة الجماعات المحلية أنه رئيس بلدية يعفى بأمر حكومي،
لكن نعرفه بالأمر 117 يولي رئيس الجمهورية يحق له بهذا الأمر أنه يعفي رئيس البلدية. وفي الحقيقة هذا كاروسار من مدة ملاك. علاش كاروسار من مدة؟ خاطر ثم عشرات الرؤساء البلديات اللي ما احترموش الفصل السادس من مجلة الجماعات المحلية أنه هو التفرغ التام. يعني وقت اللي تكون رئيس بلدية لازمك تكون متفرغ ولا تمارس أي مهنة أخرى. الرئيس البلدية متاع السواسي لم يحترم هذا ووقع إعفاؤه بأمر رئاسي. لكن من المفروض أنه الإعفاء هذا كيفاش يصير بلاك؟ عن طريق أمر حكومي أنه تقع استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية. والناس الكل تعرف أن المجلس الأعلى للجماعات المحلية مش موجود خاطر ما عملناش انتخابات جهوية. كان من المفروض معناتها الأحكام الانتقالية لمجلة الجماعات المحلية تقول لك ما ثماش مجلس أعلى للجماعات المحلية نستشير المحكمة الإدارية. ما نعرفش وقع استشارة المحكمة الإدارية أم لا، هذا ما بينوش الأمر وما ثماش بلاغ رئاسي في هذا الموضوع. لكن يحق لرئيس البلدية أن يطعن في هذا القرار. لكن من المفارقات العجيبة ملاك أنه رئيس البلدية ما عادش رئيس بلدية من مدة من نهار 12 جان في تم تكليف رئيس بلدية ثاني في عوضه. يعطيك الصحة، من نهار 12 جان في وقع انتخاب المجلس البلدي بالسواسي، انتخب رئيس بلدية آخر. ما نعرفوش هل قدم استقالته وإلا لا، ما نعرفوش هل المجلس البلدي عاين شهور وحتى رئيس بلدية، معناتها ثم نقاط استفهام حول هذا الموضوع. مع العلم أنه رئيس البلدية اللي وقع إعفائه عنده تتبعات عدلية من 27 عنده أحكام من 27 نوفمبر من 2021. إذا كان من 27 نوفمبر علاش نبقاو نستناو إلى حد اللحظة باش يتم إعفائه رسميا، مع العلم أنه تم تكليف؟ يعني هو عبارة نعفيه في مسؤول معفى مسبقا، بما أنه ثم شكون خذا البوست هذا والمهمة هذه نهار 12 جانفي 2022. نعفيه في مسؤول مش موجود، ما نعرفوش حقيقة هل قدم استقالته ولا لا. لكن علاش طول المدة ملاك؟ خاطر مش بالسهولة أن نعفيه رئيس بلدية، معناتها ثم لأنه منتخب بصفة مباشرة، هو ما يفقدش عضويته في المجلس، يقعد عضو في المجلس لكن يفقد صفته كرئيس بلدية. لكن ثم تقارير معللة لازمها تجي وتوصل للحكومة باش يقع الإعفاء، مش بطريقة سهلة تاخذ شوية وقت. واضح، هي واضحة، معناتها السيد رئيس البلدية الذي تمت إقالته وإعفائه من مهامه أخل بمقتضيات الفصل السادس من مجلة الجماعات المحلية على ما يبدو له أحكام سجنية متعلقة بقضايا أخلاقية، على ما يبدو في قضية اغتصاب أو شيء من هذا القبيل تتم إقالته. هذا هو تقريبا السبب، وهذا السبب هما اللي قالوه مش هذا لو. تي برشا أسباب، وبتبيع هو أخل بالفصل السادس هذا بتاع الجماعات المحلية، ولكن بطبيعة الحال أيضا عنده أحكام سجنية، معناتها وصار برشا أخذ ورد حتى في المنطقة اللي هو معناتها قاتل فيه. فقط حبيت نقول أنا من 12 جانفي حتى اليوم شهر وعشر أيام، أنا يظهر لي قبل الإمضاء النهائي في النص الذي يقيله لابد من تثبت أنه مازال حي على الأقل، وأنه مازال يباشر في مهمة رئاسة البلدية. هذا لم يتم، هذا واضح أنه لم يتم. فقط نحكيه على مسألة أخرى، نحكيه على إضراب أعوان وإطارات الصندوق الوطني للتأمين على المرض. نذكر اللي هما دخلوا في إضراب مفتوح منذ يوم الاثنين المنقضي، لكن على ما يبدو أنه هناك جديد في الموضوع هذايا، وباش نفهم التفاصيل نضملنا عبر الهاتف منصف المحيمدي كاتب عام مساعد للنقابة الأساسية للمصالح المركزية بالصندوق الوطني للتأمين على المرض. مرحبا بك، مساء النور. مرحبا، أهلا. على ما يبدو أنه تم التوصل إلى اتفاق، هذا الخبر اللي وصلنا منذ قليل منصف المحيمدي. والله بالحقيقة الخبر سمعناه لكن جاءنا يعني مبهم، يعني خبر عبارة أعطاونا ذاك الجاتو فارغ وقالونا تو خلطوش من الجاتو، يعني عمره ما صار يصير أمر متاع القانون الأساسي وما يكونش معاه الملح متاع القانون الأساسي أصلا. هذا من ناحية. الناحية الثانية احنا الإشكال متاعنا في الإضراب اللي نفذناه كان على في المرحلة الأولى على نشر، لأنه يعني تعطل برشا من 2012 إلى اليوم، لكن في المرحلة الأساسية الإضراب المفتوح الموجود حاليا راهو على التفعيل، على تاريخ التفعيل. الأمر اليوم ما وضح حتى شيء، رغم أنه القراءة القانونية اللي نستمدوها ولا نقراوها من فصل من الفصول الزوز بتاع الأمر، أنه طالما أنه الفصل يعني قانون اللي سابق عليه المسابقة، قانون
يلغي القانون يعني يلغي القانون الاساسي المضمر معناها القديم تاع سنه 99 واللي نظم زاد مركز الدراسات والبحوث. فهذا يعني القراءه المفروض ان القراءه القانونيه تقول ان التفعيل حالا، لكن طالما ان الغموض يشوب هذا النص الامر الصادر اليوم وما معاش حد شيء، فانا احرص حرصا شديد على توضيح هذه النقطه للوصول الى حل جذري فعلا. التوضيح النقطه تكون سواء من سلطه الاشراف مباشره او من الساده الرؤساء العامين للصناديق، معناها اعطيني الان كيف سيتم تفعيل هذا القانون بوضوح. سامحني هوني منصف المحيمدي، بربي خلينا نفهموا باش نبسطوا، خاطر ثما مشاهدين قاعدين يتابعوا فينا. انتم مطالبكم كانت واضحه، اليوم يصدر بالراي الرسمي الامر الرئاسي المتعلق بالمصادقه على النظام الاساسي الخاص باعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي ومركز البحوث والدراسات الاجتماعيه. شنو يعني لكم هذايا؟ حسب ما فهمت منك انتم ما زلتوا ماكمش راضين عليه. سامحني فقط خليني نتفاعل معاك. اي نكمل جوست السؤال. حسب ما فهمت ماكمش راضين عليه، وبالتالي ما مصير هذا الاضراب المفتوح؟ اولا لانه احنا مطالبنا ما تتلخصش كان في القانون الاساسي، صحيح القانون الاساسي باش يصلح وضعيه المسار المادي والاداري للاعوان، وهذا موضوع انتظار يعني سنوات طويله، معناها وقعدنا السنه دي وصلنا للمرحله الاخيره انه وقع اصداره، ولكن الاشكال اني ما نعرفوش المحتوى نتاعو من الجهه بتاعنا، معناها من 30 سنه قاضي انا الى حد الان مانيش عارف شنو هي المحتوى اللي فيه، لانه فما محتوى يعني قانون اساسي مشى من معناها في اطار الاتفاقيات بين الجامعه وبين سلطه الاشراف. لحد الان انا شخصيا في مقابله مع السيد الوزير يعني قال ماهوش هو نفس القانون اللي النسخه اللي تبدو مناسبه اللي هي موضوع كذا، هذا موضوع خطير. بالتالي شنو هي المحتوى نتاعو؟ هل سيتواصل الاضراب؟ اشكال توا سامحني، اشكال توا غامض غموض كامل في خصوص تاريخ تفعيله، هذا اشكال خلينا ما قدمناش حتى خطوه، اصلا حتى الفرحه اجلناها. هل سيتواصل الاضراب؟ وما فهمناش علاش ماهوش باش يتواصل يا سيدتي الكريمه، لا يوجد شيء واضح، كل شيء بريسك نفسه يخرج شيء، مازال عندك البلاتو قدامك يا سيدتي، يخرج مسؤول معناها من سلطه الاشراف ويوضح النقطه هذه واحنا مستعدين. سامحني منصف المحيمدي، راهو اذا كان نحكيو على اضراب مفتوح نحكيو جوستومون اداره مهمه ومهمه جدا للناس المرضى للناس علاش سامحني فقط خليني نتفاعل معك، علاش ما يتمش التفاهم مع سلطه الاشراف باش يوضحوا لكم النقاط الغامضه بالنسبه لكم في هذا الامر الرئاسي ويتم رفع الاضراب باش نمكنوا المواطنين من مواصله مصالحهم ما تتعطلش مصالحهم؟ وصلنا قابلنا السيد الوزير مباشره معناها في البير نتاعو النقطة هذه إلى حد هذه اللحظة غامضة، ويمكن الأكثر اللي زادها غموض هو وضوحه هو في حين أن التفعيل باش يكون في سنة أخرى بعد سنة أخرى، ويمكن أنه يكون على ثلاثة مراحل سنة 23 و24 و25، هذا الغموض. هل أنه الحل نقطة غامضة تستدعي إضراب مفتوح؟ هل أنه الحل في الإضراب المفتوح إذا؟ مش مشكلة، احنا مش مشكلنا الاضراب المفتوح يا اخي، احنا حاسين على المواطنين. سامحني سيد كاتب العام، مش كل المواطنين راه، مش كل المواطنين. الاشكال متواجد معناها عبر الحكومات الكل، كل مره يجيو لو نفس الشيء ويكون باش يفعل ويلغى، يكون باش يفعل ولا جديده يذكر الى هذا، احنا مستبشرين خير حقيقه، مستبشرين خير بالحكومه هذه وبالسيد الرئيس انه يفعل لنا القانون، احنا مطالبين شيء، احنا مطالبين ان نطلعوا على محتوى القانون وتاريخ تفعيله، لو تخليني غامض انت اليوم تعطيني قضيه شكار تقول لي هذا امر ما فيش شيء، لان احنا نعرفوا لحد الان اتصل بالمطبعه الرسميه ما عندناش نسخه من الملحق نتاع القانون، هذه حاجه، والغموض يكتنف تاريخ التفعيل، احنا اشكالنا الكل على تاريخ التفعيل توا. شكرا لك منصف المحيمدي كاتب عام مساعد للنقابة الأساسية للمصالح المركزية بالصندوق الوطني للتأمين على المرض. ذكركم بعد شوية ضيفنا يكون أنس الحميدي رئيس جمعية القضاة التونسيين. قبل ذلك نتوقف شوية عند الموعد اليومي ليدعم القدرة الشرائية المواطن التونسي، غونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. كارفور المساند الرسمي للقدرة الشرائية.
مرحبا بكم. كل عادة نقدم لكم أفريات جديدة ونحكيو على لي كتالوج الجدد اللي متواصلين حتى كشي نهار 27 فيفري. تلقاو فيهم كل العروض وكل التخفيضات لي بونز افير اوسي. نحكيو على العروض اللي تشمل مختلف المنتوجات في الحوايج، في مواد التنظيف، في الماكلة، في البارفيومري، تقريبا منتوجات متنوعة. ما عليكم كان تزوروا سيت ويب carrefour.in باش تتعرفوا على تفاصيلها وأسوامها. ما زلنا مواصلين ونحكي توا على 400 منتوج تلقاهم في مغازات كارفور وكارفور ماركت بأرخص الأسوام. وكان تلقى ما أرخص كارفور يرجع لك مرتين قيمة الفارق. وكيفاش تتعرفوا عليهم؟ يقول القايل تلقاو فيهم غارونتي بري لو بلو با انديكا اون ماغازان في كل مغازات كارفور وكارفور ماركت، وإلا أيضا تلقاهم على السيت ويب carrefour.in. نرجع لكم في نفس التوقيت مع رونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. كارفور المساند الرسمي للقدرة الشرائية. رونديفو نيوز مع واتف زروق. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 17 حالة وفاة بالكوفيد بتاريخ أول أمس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 27592 حالة منذ بداية الجائحة، كما سجلت 2154 إصابة جديدة بالفيروس من مجموعة 19773 تحليل مخبري. 6,321,761 هو عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح ضد فيروس كورونا منذ انطلاق حملة التلقيح إلى حدود يوم أمس، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة في بلاغها اليوم المتعلق بالوضع الوبائي. وزارة الشؤون الثقافية تعلن في بلاغ اليوم عن قرار الترفيع في طاقة استيعاب قاعات العروض والفضاءات الثقافية إلى 75% نظراً لتحسن الوضع الصحي بخصوص انتشار فيروس كورونا. تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادة الشمالي بالتنسيق مع المصالح الأمنية لشرطة الحدود من إحباط محاولة تهريب 30 صفيحة من مخدر القنب الهندي تزن إجمالاً 2970 جرام و7000 قرص من مخدر سوبيتكس. في الشأن الدولي، أعلنت اليوم وزارة الداخلية اللبنانية عن إحباط 3 عمليات تفجير كانت شبكة مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي تعتزم تنفيذها بشكل متزامن ضد 3 أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله. أكد سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا اليوم أن الرئيس الأوكراني أمر بفرض حالة الطوارئ في عموم البلاد باستثناء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس في خطاب من البيت الأبيض إن اعتراف روسيا باستقلال الانفصاليتين في شرق أوكرانيا هو بداية غزو للبلاد، مؤكداً أن واشنطن ستفرض عقوبات على موسكو تذهب أبعد بكثير من الإجراءات السابقة. أعلن أمس مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد فرض عقوبات تطال شخصيات وكيانات روسية، وأشار في ختام اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في باريس إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية. مرحبا بكم من جديد. كان معنا منذ قليل منصف المحيمدي الكاتب العام المساعد بالنقابة الأساسية للمصالح المركزية بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، باش نسمعوا وزارة الشؤون الاجتماعية في ردها على كل ما قيل. مع نادر عجابي مدير بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، أهلا وسهلا بك. مساء النور. إيه عسلامة، مرحبا.
مرحبا بك سيد الكاتب العام المساعد. نعم نسمعوا فيك نسمعوا فيك في وانت موجود معنا. شكرا منصف المحيمجي منذ لحظات يقول ما عندناش تاريخ للتفعيل، يقول هذا الأمر الرئاسي مبهم وفيه برشا غموض ولذلك إضرابنا المفتوح سيتواصل. خليني نفهم منكم شنو اللي الغامض، هل اتصلتوا بهم، هل حكيتوا معاهم؟ لأنه مصالح الناس إذا كان يتواصل هذا الإضراب المفتوح باش تقعد معلقة، والتونسي هو اللي باش يخلص الفاتورة في الأخر. سي نادر العجابي تفضل. صحيح احنا حبيت نبين حاجه قبل كل شيء، احنا اهم 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 شيء هو في المساله الكل انه عندنا نظام اساسي تمت المصادقه عليه وتم نشر الامر الرئاسي اليوم بتاع المصادقه، ولا عندنا نظام اساسي جديد. الامر النظام الاساسي هذا كان محل تفاوض عنده مده صحيح، فيه برشا تغييرات وبرشا ايجابيات خص اعوان مؤسسه الضمان الاجتماعي الاربعه رانا ولينا نحكي، ونحكي على سنساس ونحكي على سيانار ونحكي على الكنام ونحكي على الكريس ايضا. النظام الاساسي هذا هو تعديل للنظام الاساسي القديم اللي يهم مؤسسه الضمان الاجتماعي اللي هو صادر من عام 99، في عديد الايجابيات، في عديد الاستجابه لعديد الطلبات، فيه تحسين للوضعيه الماليه معناها لاعوان مؤسسه الضمان الاجتماعي، فيه جوانب ترتيبية معناها تمس الكارير بتاع الأعوان هذوما كل. بالنظام الأساسي هذا راهو باش يشمل 9100 تعاون يخدموا في مؤسسة الضمان الاجتماعي. احنا ديما رانا راس مالنا البشري هو الأعوان بتاعنا، واحنا راهو كسعينا معناها كوزارة الشؤون الاجتماعية، ومشكور سيد الوزير ومشكور سيد الرئيس انه تمت المصادقة على الامر بتاع النظام الاساسي. واليوم معناها والحمد لله هبطت على مستوى الرئيس الرسمي انه تمت المصادقه هذه، وهذا راهو معناها استجابه لمطلب، واحنا استجبنا ليه وكنا معناها في الموعد. وكنا وقتاش باش يتم تفعيله؟ مش على الاقل انه تكون عندنا نظام اساسي لاعوان مؤسسه الضمان الاجتماعي. وقتاش باش يتم تفعيله والعمل به؟ هذا سؤال كاتب العام مساعد للنقابه منذ لحظات. ما سمعتكش بالله بعد. تاريخ تفعيله التاريخ تاع التفعيل هو المعلومه واصله وعندهم المعلومه لخيام الكل، اللي هو في 23 باش يبدا التفعيل بتاعه. علاش احنا في 23؟ راهو تفعيل انظمه اساسيه راهو يتطلب انه توفير ميزانيات، وراهو توفير ميزانيات يلزموا يتعدى على مجالس الاداره، وراهي مجالس الاداره هي اللي تصادق على الميزانيات بتاع الانظمه في حد ذاتها، وحتى معناها توسكي يهم الاعوان في حد ذاتهم. راهو فما اجراءات كامله، راهو انا كي باش نحكي على 9100 تعاون راني نحكي على اعاده تصنيف ل 9100 تعاون في مؤسسه الضمان الاجتماعي، وهذا كله يتطلب حيز من الزمن انه باش يدخل وقت النهار باش يدخل النظام الاساسي حيز التطبيق. راهو ماناش باش نرجعوا احنا بالاشكاليات ونعبدوا ونثبتوا في كل وضعيه على حيدها. اذا كيف في 23 معناها كي نحكيو في 2023 اللي هو رفضته النقابه. به كيف سيتم التعامل مع هذا الاضراب المفتوح المتنسك به النقابه الاساسيه؟ كيف ستتعامل الوزاره معه؟ احنا راهو ماهيش اول مره باش نتعاملوا مع اضرابات، والا معناها وزاره الشؤون الاجتماعيه هي الوزاره الام اللي تسعى ديما لفتح باب الحوار. احنا عندنا هياكل نقابيه اللي هما تحاورنا معاهم وحكينا معاهم وتفاعلنا معاهم، والنظام الاساسي هذا كان ثمره عمل مشترك، ماهوش ثمره عمل تاع وزاره الشؤون الاجتماعيه فقط، وكان ثمره عمل مشترك مع الطرف الاجتماعي، والنتائج بتاعه هي نتائج وهذا كل واضح. هذا كل واضح نادى العجابي. الاضراب المفتوح كيف سيتم التعامل معه كي لا تتعطل مصالح المواطنين؟ بالاطر القانونيه المسموح بها. احنا يقلقنا برشا انه تو تقريبا مراكز العديد من المراكز بتاع الصندوق الوطني للتامين على المرض ولا غيرها مغلقه، مصالح المواطنين متعطله. اكيد احنا تو باش نخدموا على الملف هذا، باش نعاودوا نخدموا عليه وباش نلقاو الحلول بما يسمح ان شاء الله باستئناف العمل
ان شاء الله في تقديم الخدمات تاع الصندوق للمنظورين تاعو. وقلت لك كيما قلت لك ماهيش اول مره انه احنا باش كوزاره الشؤون الاجتماعيه هي الوزاره المعنيه بالحوار في حد ذاتها. واضح. شكرا لك نادر عجابي مدير بالاداره العامه للضمان الاجتماعي بوزاره الشؤون الاجتماعيه. شكرا للوزاره ايضا على التفاعل لانه موضوع حساس ومهم جدا. بعد قليل ضيف يكون انس الحميدي رئيس جمعيه القضاه. فاصل ونستقبل ضيفنا.